Very warm welcome to all of you who are joining us. أرحب بكم جميعاً جميع من ينضم إلينا باسم يولاند وأنا الأمينة العامة في التحالف الدولي للموئل وسوف ننتظر دقائق فقط فقط بدأ في الدخول مختلف المشاركين وفي الوقت نفسه سأشارككم بعض التعليمات. هل يمكنكم أن تضعوا على الشاشة الشفافات والشرائح التي سأقوم باستعراضها؟ ديانا إذا في تكرمت، مجال لنا ديانا ستقوم بذلك حالا يولاند. Great. Thank you, Hala. Wonderful. Here we go. شكرا ورائعة. لقد بدأنا الآن. إذن بالنسبة لمن انضموا لنا للتو، اسمي يولاندا وأنا الأمينة العامة في التحالف الدولي للموئل. وقبل أن نبدأ، هناك بعض التعليمات الفنية. لدينا ترجمة فورية في هذه المساحة، مساحة التعلم المشترك. يمكنكم أن تنقروا على الزر الموجود أسفل الشاشة، وستجدون أن بعض التعليمات سنشارككم إياها. يمكنكم اختيار اللغة. رجاءً أعيدوا كتابة الاسم بالطريقة الموصى بها. نريد أن نتعرف على الاسم، وأيضا ضعوا من أنتم، المنظمة مثلا التي تنتمون إليها أو الفرع الذي تنتمون إليه. هناك صندوق الدردشة، سوف نرحب في هذا الصندوق بأسئلتكم وما تريدون استيضاحه وتعليقاتكم. رجاء استخدموا هذه المساحة، وسوف تكون هناك 4 جلسات تفاعلية خلال هذا الشهر. وفي الوقت نفسه سنتقابل ونجتمع في جوجل كلاس روم فيما بين الجلسات، وسوف نشارك هذا معكم أيضاً. اليوم في نهاية اليوم سنستعرض هذا معكم. رجاءً اغلقوا الميكروفونات حتى نستمع إلى المتحدث بوضوح. رجاءً إن فتح الميكروفون عفواً فرجاء إغلاقه مرة أخرى. لدينا الترجمة الفورية، لذلك من يأخذ الكلمة رجاءً تذكروا أن تتحدثوا ببطء حتى يستطيع المترجمون الفوريون بمختلف اللغات القيام بعملهم. هل لنا أن ننتقل الآن إلى الشريحة التالية؟ ديان، أود أن أقدم لكم ما هي مساحة التعلم المشترك ولماذا نتحدث عنها. في الحقيقة أن هناك 3 جوانب هنا نود أن نركز عليها معاً. أولاً، أننا هنا للتعلم الجماعي، وما نعنيه هنا هو أننا سنتعلم، الجميع يعرف طريقه للتعلم وللقيام بالأمور، وبالطبع كلها أساليب مقدرة. الشيء الثاني هو أننا نريد أن نتعرف على ردود الأفعال ونحصل على التضامن بطريقة عبر الأقاليم المختلفة. سنستعرض الاختلافات بيننا وبين السياقات الإقليمية لكل منا، وأيضاً أوجه التشابه. ومعنا مشاركون من كافة أنحاء العالم. إن هذه المساحة تعزز عملنا في مناصرة قضيتنا. نريد أن نتعرف بصورة جماعية على التغييرات التي نود أن نحدثها كتحالف،
وأن نستهدف عمليات المناصرة الأساسية، وأيضاً أن نستعرض ونصيغ معاً استراتيجيات ورسائل المناصرة. كيف سنقوم بهذا؟ رجاء انتقلوا بنا إلى الشفافة التالية. شكرا لكم. أنتم تعلمون أننا موجودون منذ فترة، وتحالف الدولي للموئل هيك موجود منذ فترة طويلة. إذن هذا ليس شيئا جديدا بالنسبة لهيك لتحالف الموئل، ولكن نحن هنا نتبادل الرؤى ونتعلم التضامن ونستعرض مسائل تتعلق بأمور عدة منها المناصرة. في العام الماضي 2022 الكثيرون انضموا لنا، وكان هناك ثلاث موضوعات نراها على الشاشة أمامكم. أولها بالنسبة للمناهج النسائية الخاصة بهابيتات، والثانية حقوق الأرض، والأمر الثالث كان مناصرة على مستويات عدة. قد تتساءلون لماذا نتحدث عن العدالة المناخية، لماذا نتخذها موضوعا استراتيجيا للتحالف؟ هذا لأن كل مساحة تعلم مشترك كانت تركز على الأمور الاستراتيجية الأساسية لهيك، وهي الحقوق، حقوق السكن والأرض، وأيضاً هابيتات، والنتاج الاجتماعي، وهابيتات والجنس الاجتماعي، وهابيتات والبيئة. سيكون هناك عقد للموضوع الثاني، وسوف نستعرضه من خلال جلسات مساحات التعلم المشترك. ما هدفنا؟ ما هدفنا من مساحة التعلم المشترك التي نحن نعقدها الآن؟ وضع فهم مشترك للعدالة المناخية، لا سيما تلك المتصلة بهابيتات، وذلك لتعزيز التضامن عبر الأقاليم وبناء استراتيجيات تفاعلية مشتركة، وأيضا أعمال مشتركة نقوم بها من أجل الحشد ومن أجل مناصرة قضية العدالة المناخية. وسوف نعمل ونكون يدا بيد في هذا الصدد. والشيء الأخير قبل أن أنهي كلمتي وأعطي الكلمة مرة أخرى لهالة، ما الذي سيحدث في هذه الأيام؟ في الحقيقة 4 اجتماعات و4 موضوعات. الشفافة التالية من فضلكم. جلستنا اليوم وموضوعها تحديد وإعادة تحديد التغير المناخي والعدالة الاجتماعية، لكي نجد أنفسنا على أساس واضح في هذين المنهجين وهذين الموضوعين. الجلسة الثانية الإطار المعني بالقانون والسياسات وحقوق الإنسان والخاصة بالعدالة المناخية. الجلسة الثالثة تعرف على الاختلافات والمتشابهات وما نواجهه، والكفاح المشترك والاستراتيجيات المشتركة الخاصة بالعدالة المناخية في مختلف السياقات والمناطق أو الأقاليم. الجلسة الرابعة ستكون في يوم 26 أكتوبر. سنجمع العمل الذي قمنا به في مجال المناصرة، وسنستهدف عمليات المناصرة الرئيسية، ونريد أن نصيغ معاً استراتيجياتنا ورسائلنا الخاصة بالمناصرة. شكرا جزيلا وأهلا بكم جميعا. والآن تفضلي هالة، سأعطيك الميكروفون مرة أخرى. شكرا جزيلا يولاند للتقديم، وأفضل من يفعل ذلك للفهم العميق لماذا
هي جلسات التعلم المشترك؟ لماذا نحن موجودون؟ ما هي الرؤى التي نتمنى أن نصل إليها بعد أن ننهي هذه الجلسات؟ ولكن اسمحوا لي ابتداء وقبل أن ننتقل إلى الجلسة بشكلها الفعلي أن أعرفكم بنفسي. فأنا اسمي هلا مراد، وأنا أعيش في الأردن في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدا من المنطقة العربية. وأنا منضمة إلى مؤسسة مجتمع مدني في الأردن تدعى دبين للتنمية البيئية، تعمل بشكل مباشر على قضايا العدالة المناخية وقضايا البيئة وحقوق الإنسان، وتربط بينها وبين هذه المكونات، وتعمل ضمن شبكة الهابيتات كأعضاء في هذه الشبكة على قضايا الموئل وارتباط حقوق الأرض والسكن والبيئة في قضايا الحقوقية المختلفة. وأيضا معنا، وأنا أقود مجموعة العمل الخاصة في التغيرات المناخية والعدالة المناخية ضمن مساحة التعلم المشترك، ومعي أيضا زميلتي ديانا التي أيضا أتمنى أن تأخذ المايك الآن لتعرفنا بنفسها. ديانا تفضلي، وهي أيضا من ميسري من ضباط العمل للتعلم. تفضلي ديانا. Thank you, dear Hala. And شكراً هلا العزيزة، وأهلاً بكم جميعاً جميع المشاركين، وأعتذر لأنني لن أستطيع فتح الكاميرا الآن. اسمي ديانا وأنا من هايك، وأنا من المكتب، وأنا موجودة في نيروبي بكينيا. شكراً ديانا، وديانا تقود كثير من العمل الخاص بالحديث مع المتحدثين اليوم وهم يعرفونها جيداً، وأتمنى على المشاركين أيضاً يكونوا أكثر قرباً من ديانا وعملها. أيضاً لدينا ضابط تعلم آخر من منطقة أمريكا اللاتينية، العزيزة أريل، تفضلي نتعرف عليك ويتعرف المشاركون بك. أرايل، أنت هنا تسمعينني؟ Hello. Hola, soy Areli Sandoval, oficial de aprendizaje para la oficina de la coalición internacional para el أهلا بكم. أنا مع التحالف الدولي للموئل هيك، وأنا من المكسيك وسعيدة بأنني هنا معكم. أهلا أرائيل. وأيضا أرائيل تقود مجموعة العمل الخاصة في الموئل والإنتاج الاجتماعي، ستكون أيضا مجموعة تعلم أخرى. نرحب فيك دائما أرائيل. وضمن هذه المجموعة كان هنالك 6 ميسرين من كافة الأقاليم نعمل بشكل ملتصق خلال 5 أشهر الماضية من أجل أن تخرج هذه الجلسات بالشكل الذي سترونه. وكان معنا لاورا، إذا تكرمت لاورا لتعرفينا بنفسك. تفضلي لاورا، نحن نسمعك. Welcome everyone. My name is Laura. أهلا بكم، اسمي لورا وأنا من مصر، وأنا واحدة من المؤسسات لمبادرة اسمها نوايا، وأنا منذ 2017 عضوة في هيك. شكرا لانضمامكم. أهلا لاورا. الميسر الآخر معنا هامفري، اسمعوني هامفري. Yes, I can hear you very loud. نعم أستطيع أن أسمعك جيدا. اسمي هامفري وأنا من كينيا، من نيروبي، وأنا من عضو في هيك، ويسعدني أن أكون جزءا من هذا الحوار. نعم هو حوار يسعدني كثيرا المشاركة فيه. شكرا لك. أهلا هامفري. والميسر الآخر الذي معنا من أمريكا اللاتينية إلسي، تفضلي نسمعك. أوكي
Hola, bueno, supongo que soy yo porque no está hoy Enrique, que es el compañero de América Latina también. Pues hola a todas y a todos, yo soy Elise Martínez de أهلا México. بك، أنا من أمريكا اللاتينية، أنا من المكسيك وسعدت بالعمل وأنا جزء من هذا الفريق، ونحن نعمل في الموضوع الثاني الذي طرح وهو الإنتاج الاجتماعي، وأعمل مع الشعوب الأصلية بشكل أساسي. و في الحقيقة كان هناك بعض ما تعرضت له هذه الشعوب الأصلية، فهي شعوب ضعيفة وأيضا تواجه الكثير. أنا سعيدة لأنني جزء من هذا المساحة، مساحة التعلم المشترك، و أنا سعيدة أننا نبدأ ببناء عملية التعلم هذه، لأن هذا هما سوف يساعدنا على أن نحقق العدالة المناخية. شكرا شكرا لكم. إلسي، ننتقل إلى فرانك. فرانك، فرانك، إذا فرانك. Oui, voilà, merci Alain. Je suis Franck-Olivier Kwame. اسمي فرانك أوليفي، وأنا منسق لإحدى المنظمات في الكاميرون عن التضامن الإنساني، معنية بالتضامن الإنساني، ونعمل في مجال الحق في السكن، ونعمل أيضا بالتعاون مع شركاء التغير المناخي. لذلك أنا هنا كميسر في عملية العدالة المناخية، لأن للمناخ عدة أوجه، وآمل كما ذكر همفري أننا سنحظى بمناقشات جيدة سوف تؤدي بنا إلى المناصرة التي ستجعلنا نؤثر في صياغة السياسات العالمية، وحتى يمكن للفئات الضعيفة أن يكون لها فرصة الحقوق على حقوقها شكرا والتعلم. شكرا لكم، شكرا شكرا جزيلا. شكرا فرانك. وأخيرا عبير من المنطقة العربية أيضا، تفضلي عبير. مرحبا، أنا اسمي عبير البطمة، أعمل منسقة في شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية في فلسطين، وهي أيضا عضو في التحالف الدولي للموئل، وأعمل كميسرة في مساحة التعلم المشترك، وسعيدة جدا لنخطو سويا نحو عدالة مناخية للجميع. هلا، your صوت يا هلا. أعتذر، الصوت كان مقفلا. أنا فقط أريد أن أقول أن لدينا أيضا زميلا من البرازيل، هنريكي، أيضا يعمل معنا حول القضايا ذاتها، وهو محامي ويعمل في منطقة أمريكا اللاتينية لتعزيز قضايا الحقوق، حقوق الموئل، وأيضا التغيرات المناخية. سيكون معنا في الجلسات القادمة، ولكنه اليوم هو على سفر، وبالتالي هو لم يتمكن من الانخراط معنا في هذه الجلسة. سنتعرف عليه لاحقا. والآن اسمحوا لي أن أقول أننا في هذه الجلسة تعرفنا عليكم، تعرفتم على الميسرين، على ضباط التعلم، وأيضا على الأمانة العامة كمن يدير هذه المساحات للتعلم. ونرغب الآن إذا تكرمتم أن نتعرف على المشاركين، وسنتعرف على المشاركين بطريقة تفاعلية، نأمل منكم أن تستجيبوا لها بالطريقة المناسبة، أي أننا سنقوم الآن بأخذ منكم معرفة من أنتم، أين تقطنون، وما هي توقعاتكم من جلسات التعلم المشترك الخاصة بالعدالة المناخية باستخدام الميناميتر، وهي أداة تفاعلية. أعتقد جميعا قد تفاعلنا
معها سابقا عبر جلسات الزوم المختلفة. ستقوم زميلتي ديانا الآن بمشاركة الرابط عبر الشات لتستطيعوا الدخول إلى الرابط وترك معلوماتكم، ترك ملاحظاتكم. نحن نحتاج إلى معرفة من أين أنتم، من أين تشاركون معنا، وأيضا نحتاج أن نعرف توقعاتكم. ما هي توقعاتكم اليوم من هذه المساحة؟ ماذا ترغبون أن تتعلمون؟ ما هي أكثر الأمور التي تتطلعون إلى المشاركة بها؟ سننتظر دقيقتين لتستطيعوا تعرف الميناميترز والرابط الآن لديكم، وأيضا الكود الذي ستستخدمونه للتفاعل. ننتظر إجابة، تفضلوا. Hala, are we okay? Are we waiting for... هلا، هل كل شيء على ما يرام؟ نعم، نحن ننتظر فقط أن يقوم الزملاء المشاركون بتعبئة توقعاتهم عبر الرابط، ومن ثم سنشارك هذه التوقعات معكم. فقط ننتظر أن يقوم الزملاء بالدخول إلى الرابط وتعبئة ملاحظاتهم. تفضلي يولاند. هلا، thank you so much. Just while شكرا جزيلا يا هلا. بينما الجميع ينظر على الرابط، فقط أريد أن أقول لماذا مساحة التعلم المشترك هذه، لماذا هي مختلفة عن غيرها؟ في الحقيقة أننا في كل جلسة سيكون هناك عضو من هيك، ونحن نود أن تكون هذه المساحة مساحة أفقية للتعلم. شكرا جزيلا لكم، رجاء قدموا أنفسكم. ربما نضع هنا الشفافة الخاصة بمنتي حتى نرى الإجابات على الأسئلة التي طرحت. هناك البعض ممن يسألون على صندوق الدردشة كيف يمكن أن يدخلوا. في الحقيقة أن التعليمات لم تكن واضحة. رجاءً، هل يمكنك أن توضحي أكثر؟ أنا فقط أريد أن أقول أن هنالك رابط الآن. الآن أحمد أعاد نشره مرة أخرى. هنالك رابط عبر الشات عبر صندوق الدردشة. هذا الرابط www.minity.com، تستطيعون الدخول إليه، ومن ثم هنالك يطلب منكم إدخال رقم كود أو رقم سري أو رقم للمرور. تستطيعون إدخال الكود الذي أمامكم 182239798، وهو ظاهر أيضا بالتشات،
ومن ثم سيأخذكم إلى السؤال مباشرة لنقوم بتعبئة الخانة المطلوبة منا في السؤال، وهو أمر في غاية السهولة، فقط علينا أن نقر على الرابط ومن ثم إدخال الرقم الذي أسفل الرابط ومن ثم الدخول إلى السؤال. نستطيع، أعتقد أننا الآن يمكن أن يكون ذلك أوضح. هل هنالك من يواجه صعوبة في الدخول إلى الموقع؟ نعم، سيأخذنا إلى هذا الرابط، إلى هذه الشاشة. سندخل الرقم الموضوع ومن ثم سننتقل إلى هذا السؤال. نحن فقط نريد أن نعرف ما هي توقعاتكم، والسؤال موضوع في اللغات الأربعة: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية. ما هي توقعاتكم؟ سنرسل الرابط مرة أخرى. هنالك من يسأل حول الرابط مرة أخرى، سأقوم بإرساله. مرة أخرى، وأيضاً سنرسل الرقم الذي يبدأ 182239978. نستطيع فقط الدخول إلى الرابط، ومن ثم تستطيعوا استخدام هذا الرابط للظهور هذه الشاشة أمامكم، وهذه الشاشة فقط عبر الخانة التي مكتوب عليها أننا نستطيع إدخال حتى 200 حرف، نستطيع إدخال رأينا توقعاتنا من الجلسة. هل هو واضح للجميع؟ أريلي، ما زلت ترفعين يدك، هل تريدين الحديث أن أمنها من المرة الماضية؟ No, disculpa, es que como compartí pantalla no puedo bajarla. لم تصلني الترجمة ولكنني لا تريد أخذ الكلمة مرة أخرى. أوكي، شكرا. هل نستطيع أن نشارك الإجابات ديانا؟ Yes, I'm just نعم. لدي مشكلة فنية من جانبي، أحاول أن أشارككم شاشتي ولكن ليس هناك إجابات حتى الآن. أنا أنتظر بينما نتحدث، أنا في انتظار الإجابات، ربما ننتظر ثانيتين. نحن ننتظرك ديانا، نحن فقط نريد أن نقرأ الإجابات. أنا سأقوم بقراءة اللغة العربية، أريلي ستقرأ اللغة الإسبانية، وديانا ستقرأ اللغة الإنجليزية. وإذا كان لدينا إجابات باللغة الفرنسية سننتظر نرى من يستطيع أن يشاركنا إياها. Thanks, Hala. هلا، شكرا. I'm just trying to share my screen, but let me see if your line can assist with that. أحاول أن أشارككم شاشتي، ربما يولان تستطيع أن تساعدني. دعوني أقول لكم، إن لم تستطيعوا أن تصلوا إلى هذا الرابط ومنتي، من الممكن أن نضع هذا في صندوق الدردشة حتى نحل المشكلة الفنية. السؤال الأول: ما هي توقعاتك من هذا الاجتماع، اجتماع مساحة التعلم المشترك الأول؟ ما الذي تتوقعونه خلال الأسابيع القادمة؟ إذا لم تستطيعوا الدخول على الرابط واستخدام منتي، يمكنكم أن تضعوا إجاباتكم هنا في صندوق الدردشة. أه،
أعيد أن أكرر ما قالته يولاند. يولاند تقول أننا نستطيع الكتابة مباشرة على الدردشة، إن لم يعمل معكم موقع المينيميترز نستطيع أن ندخل مباشرة إلى التشات وأن نجيب على السؤال على التشات. السؤال يقول: ما هي توقعاتك من هذه المساحة التعلم المشترك؟ ماذا تتوقعون من هذه المساحة؟ يمكن لكم مشاركتنا عبر التشات أيضا إذا لم يكن لديكم مشاركة عبر الموقع المخصص لذلك. شكرا أستاذة هالة بركات، تقول أنها أجابت عبر الموقع. أيضا هنالك من يضعون توقعاتهم، نريد أن لاكدو يقول أنه يريد أن يعرف أكثر عن الكلايم، عن تغير المناخي وأيضا يزيد معارفه. هنالك أيضا مداخلات باللغات المختلفة. تجميع ذلك، سنقوم بتجميع ذلك جميعا ووضعه أمامكم في المرات القادمة. ديانا، إذا لم نتمكن من أن نشير مع الجميع إجاباتهم، نستطيع أن ننتقل إلى الجلسة. نعم. Sorry, Hala, we are not getting the English translation. Yes. So we did not get what you say, what you just said, Liz. أنا فقط أريد إذا كنا نستطيع أن نشارك مع الزملاء إجاباتهم، نستطيع فقط أن نستعرض الإجابات الموجودة على التشات ومن ثم ننتقل إلى الجلسة. Sorry, Hala. Is everyone else still get? Is everyone getting interpretation? It's fine. هل يسمع الجميع ترجمة؟ تفضلي يا هلا، استمري. أتسمعينني الآن؟ تسمعين الترجمة الآن؟ تمام. أنا كنت أقول ديانا، إذا لم نستطع أن نشير إجابات الزملاء التي أجابوها عبر الموقع المينيميتر، نستطيع على الأقل أن نقول أننا نستطيع الانتقال إلى الجلسة وحسب جدول الأعمال الانتقال إلى الجلسة الأولى، ومن ثم نستطيع في بداية الجلسة القادمة أن نتشارك معهم توقعاتهم كنوع من الجلسة التفاعلية بداية الجلسة القادمة. إذا لم نستطع أن نشير الآن إجاباتهم، فلننتقل إلى الجلسة الأولى. Thank you so much, Hala. شكرا جزيلا يا هلا، وأعتذر على هذه المشكلة التقنية. أعتقد الآن نحن نستطيع الاستمرار. سأحصل على الإذن بمشاركة شاشتي. والآن بينما ننتظر، فدعونا نستمع إلى لورا، ستعلمنا ما الذي خرجنا به من النشاطات غير المتزامنة. سنستطيع أن نشارك معكم بعض الأسئلة للإعداد لهذه الجلسة، وسنستطيع أن نرى ما الذي خرجنا به من هذه الأسئلة التي طلبنا منكم ومنكن أن تشاركوا خبراتكم بشأنها. هل يمكن مشاركة الشاشة؟ لورا ستتحدث لمدة 5 دقائق القادمة. شكرا. فيما يتعلق بتشجيع التعلم والمشاركة ولكي نصل إلى فهم مشترك للعدالة المناخية، كان لدينا سؤالين. أولها: ما الذي تفهمونه بصفته تغير المناخ والعدالة المناخية في سياقاتكم، وما هي العدالة المناخية بالنسبة لكم؟ سنسعد بالاستماع من الحضور المختلفين. كان سيكون نشاطا موازيا بينما نستمر في هذه المناقشة على صف دراسي الخاص بجوجل. أعرف أن هذه هي الجلسة الأولى، فلم يكن يتسنى أو تسنح الفرصة للجميع المشاركة، فسأكرر الأسئلة وسأشارك معكم
الإجابات والأسئلة مرة أخرى. أي منكم يود المشاركة أرجو أن تكتبوها في الشات أو يمكن أن ترفعوا أيديكم ونشارك ونساهم ويكون هناك مناقشة مفتوحة. قبل أن ننتقل إلى متحدثينا، السؤال الأول: ما الذي تفهمونه من تغير المناخ ونتائجه وتبعاته في سياقاتكم؟ هاتين إجابتين مختلفتين. شخص، أحد الأشخاص، قال أن ما يفهمه من تغير المناخ هو زيادة في درجة حرارة الكوكب والذي يتسبب في الفيضانات ويؤثر على المستوطنات البشرية. شخص آخر ذكر أنه يفهم تغير المناخ منه تغيير في أنماط الجو حول العالم وينتج عنه الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية التي يتسبب فيها الاحتباس الحراري وغازات التدفئة والأنشطة التي يمكن أن تكون كثيفة والآثار الاجتماعية أيضا، بما في ذلك تؤثر على التأثير على حقوق الإنسان نتيجة لاستخراج المعادن واستخدام الوقود الأحفوري. ما هي الآراء الأخرى والأفكار الأخرى التي لديكم؟ تان إجابتان فقط، ونتوقع أن نستمع منكم لكي نصل إلى هذا الفهم المشترك. أشجعكم على التفكير في هذا وأن تساهموا في الشات أو ترفعوا أيديكم. والآن سننتقل إلى السؤال التالي، وهو: ما معنى الذلة المناخية بالنسبة لكم؟ الدول التي تستفيد أكثر من التنمية يجب أن تدفع أكثر للضرر الذي تسببه للبيئة. شخص آخر: بالنسبة لي العدالة المناخية هو أفق وتطلع لظروف مواتية للاستمتاع بالحق في البيئة الصحية والآمنة، بالإضافة إلى ممارسة الحقوق الأخرى ذات الصلة بالمؤن النهوض وتحقيق التقدم. يعني أن نتوقف عن هذه القرارات غير المسؤولة التي لا تراعي منظور حقوق الإنسان. هاتين الفكرتين الأولتين التي لدينا، إذا كان لديكم ما تودون مشاركته بصورة حية. I'm looking in the chat. We're still. أنا أنظر إلى الشات، ما زلنا في التوقعات حتى الآن. إذا لم يكن لدى أحد منكم أي شيء يشاركه حتى الآن، إذا يمكن أن ننتقل إلى المتحدثين، ولكن أود أن أشجع أي منكم ليقولوا لنا ما هي رؤيتكم للعدالة المناخية؟ أو ما تعني لكم أو لكنا في سياق عملكم إذا كنتم تعملون في الزراعة في المؤل؟ الأشخاص المختلفون قد يكون لهم رؤى مختلفة في سياقاتهم. هنالك يد مرفوعة، لورا. Yes, go ahead, Derek. تفضل يا ديريك. شكرا جزيلا. أتمنى أن يستطيع الجميع الصوت. توقف، أنا لا أسمعه. ديريك، يبدو أننا فقدنا الصوت. هل تسمعنا؟ نحن فقدنا الصوت، نعم. فقدنا الترجمة أيضا. لا، بس ما فيش حاجة ترجم. أنا فاهمة طبعا، أنا فاهمة قصدي. فقدنا النقيا، صحتين. أنا كنت سريعة جدا. الله يعافيكي. ساعات، أيوة، خلي بالك. لا أسمع أي شيء. مرحبا. مرحبا، نسمعك الآن.
عاد المايك لديك بالإقفال، هل يمكن إعادة فتح المايك دريك؟ حسنا حسنا، شكرا جزيلا. كما كنت أقول لكم، أنا ديريك من المدافعون عن المؤل في أفريقيا من منظورنا لعدالة المناخ وصلتها، نعتبرها تعوض الذين تضرروا، ومنظور الطرق البشرية لإثارة هذه الأشياء الخاصة بتغير المناخ. نحن نعتبر هذه الأشياء ذات صلة بإيجاد طريقة للتصدي الذين تضرروا والذين ينصرون حقوقهم، يجب تعويضهم. وعلى سبيل المثال، الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية والذين تضرروا يجب أن يستطيعوا الحصول على الضروريات وكل الأشياء الأخرى التي يمكن أن تساعدهم في الواقع. هذا هو فهمنا للعدالة المناخية، ولكننا نأمل أن نفهم المزيد منكم. شكرا لك لورا. نستطيع الانتقال إلى المتحدث الأول، تفضلي إذا لأننا الآن يعني نتدارك الوقت، فنريد أن نسمع وكلنا شوق لنسمع من إنريكي. تفضلي لورا. Thank you. Our first speaker, as you know today. متحدثنا الأول كما تعلمون هو إنريكي فيالي، سيساعدنا على تعريف وتحديد التغير المناخ. أفضل، إنريكي فيالي هو محام بيئي ومؤسس جمعية الأرجنتين للمحامين البيئيين، وهو يعيش الآن وهو يرأس قضايا كثيرة للتعويضات عن الضرر البيئي. إنه مناصر نشط للقانون أثناء العملية البرلمانية، ويشارك في مناقشات البرلمان، وهو استشاري تشريعي، وهو استشاري ويتحدث أيضا في المذياع. نحن نستمع إليك الآن عن تغير المناخ، بما في ذلك تاريخ موجز لاتفاق باريس، حينما سيتحدث إلينا لخمسة عشر دقيقة. ومرة أخرى كملاحظة للجميع، بينما نستمع عليه، إذا كانت لديكم أي أسئلة أو أفكار حتى لا تنسونا، يمكن أن تكتبونها في الشات حتى نستطيع أن نطرحها على إنريكي ونفتح المجال للمناقشة معا. شكرا جزيلا إنريكي على انضمامك إلينا الآن، إن عملك مثري للغاية. يوم سعيد، إنه يوم جميل هنا في بوينس آيرس. أنا سعيد للغاية لأكون معكم اليوم. من لديه إمكانية فتح الفيديو يكون من أفضل بالنسبة لي أن أرى وجوها وليس فقط أسماء. هذا سيمكننا من التغلب على هذه الافتراضية التي لها جوانب إيجابية وسلبية. هناك بعض الملل أن نلاحظ أو ننظر إلى الشاشة، إنه من دواعي سروري اجتماعنا جميعا من حول العمل، إنه أمر هام للغاية، وأنا كنت أتابع كل هذه الأنشطة بالكثير من الاهتمام. أتمنى أن يستطيع الجميع الاستماع إلى الترجمة إذا كنتم لا تتحدثون الإسبانية. سأقدم تقديما موجزا، ثم سنصل إلى المزيد من التفاصيل طالما نستطيع الاستماع إلى المتحدثين والمتحدثات الآخرين. بصفتنا بشرية، نحن نعيش الآن في أزمة في الوقت الضائع، أزمة المناخ وأزمة بيئية، وهذا أدى بنا إلى التخلي عن كثير، كما يقول الكثير من العلماء، لقد تخلينا عن العصر الهولوسين الذي استمر من 10 إلى 12 سنة، وسمح بتوسع البشر وهيمنتهم
على كوكب الأرض. نحن نعيش اليوم في عصر الأنثروبوسين أو عصر البشر، لقد بدأنا وقت جيولوجي جديد، وأصبح البشر يستطيعون التحويل، إنه تحويل أو تحول عالمي، وهذا آم للغاية، إنها 12 أو 12 ألف عام. وكثيرون آخرون قالوا كانت هناك أوقات جيولوجية أخرى حيث كان العقل الإنساني يمكن أن نلومه على تحدي الأشياء، وكل التغيرات الجيولوجية لم تكن ذات الصلة بالبشرية وأنشطتها. هناك الكثير من المؤشرات، ومن الأساسي أن نرى أنه هناك انقراض الأنواع والاحترار العالمي وفقدان التنوع المائي والبيولوجي، كل هذه التغيرات. ولكي نحافظ على التوازن بين زيادة السكان العالميين، أنتم تعرفون أكثر من غيركم عملية تكثف البشر. أنا حزين وأقول أن متوسط الأشخاص الذين يعيشون في أزمات 54% في أمريكا اللاتينية، وفي الأرجنتين 92% من الأرجنتينيين سيعيشون في المدن. هذا عكس الفكرة التي لدينا، لأنهم كما ترون فإن هذا الانقراض، فإن 90% من الأرجنتينيين يعيشون في المدن، وبينما نتوقع أن عدد كبير يعيش في 4% من أرض الأرجنتين. فهذا ذو الصلة، وسنرى هذا فيما بعد، وسنقارن هذا بخطط التنمية التي فرضت على الجميع، طرد آلاف الأسر الزراعية. هذه هي أنواع نماذج العمل التجاري الذي يتم إرسال الأسر إلى المناطق خارجة المدن. هذه التغيرات وما حدث للكوكب قبل الجائحة، جائحة كوفيد 19، والتي كانت مؤشراً واضحاً أننا نمر بأزمة، وأن جزء من هذه الأزمة كانت جائحة ذات صلة بفقد المؤل، وبالتالي قفز من الفيروسات من الحيوانات إلى البشر. هناك جزء من العالم لم يستطع أن يحذرنا أو يقول لنا أننا نمر بأزمة وأننا يجب أن نتصرف. وفي هذه اللحظة كنا نوقع خطابا لكل العلماء بشأن هذه الأزمة المناخية، إن نظمنا البيئية، كل هذه التفاعلات تؤدي إلى تغييرات هامة على النظم البيئية والمجتمعات والاقتصادات، ومما يعني أن مناطق كبيرة من الأراضي على الأرض لن يكون ممكنا الحياة فيها. هذا قرره 11 ألف عالم، ونشروا هذا الخطاب الذي لم نره بسبب وقت جائحة. الشيء الوحيد الذي سمعناه وكان بشأن الجائحة، وكل الموضوعات الأخرى تم تجاهلها. عندما بدأ عصر البشر الأنثروبوسين، لن نغطيه بالتفاصيل، سنقول أنه بدأ منذ الثورة الصناعية، وعندما بدأنا استخدام الوقود الأحفوري بدلا من الكربون بطريقة كبيرة، والحداثة حداثة الرأسمالية. يجب
لن نسميها أنثروبوسين لأنها رأسمالية حديثة، طريقة إدارة الاقتصادات، ما الذي كان يؤدي إلى أزمة المناخ هذه. كل الآخرين كانوا يتحدثون أنها حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، قد تكون نقطة بدء عصر الأنثروبوسين عندما أطلقت القنبلة الذرية الأولى. بصرف النظر عن البداية، نحن نتحدث فقط عن 30 أو 40 عاما من الاختلافات. العلماء اتفقوا على أن تسارع التنمية الاجتماعية يزداد، إنها ليست العشر سنوات الأولى ولكن الثلاثين سنة الأولى، وكان هناك أيضا تسارع في الأيد الاجتماعي، وهي طريقة التفاعل بين الطبيعة والمجتمع. النموذج الاستهلاك أيضا تم إرسائه، وهو يتطلب المزيد من المواد الخام لصيانته، مما يؤدي إلى زيادة الأيد الاجتماعي أيضا، ويجلب معه ضغطا أكبر على المصادر الطبيعية والأقاليم. هذا التراكم الذي ذكرناه هو للنموذج الاستخراجي في أمريكا وفي أفريقيا وفي الدول الجنوبية، هذا أدى بنا إلى أن نلعب دورا في عصر الأنثروبوسين، عصر البشر. هذا أنه أمر لا يمكننا مناقشته، إنه مصير. نحن الذين نوفر المواد الخام للاستهلاك المفرط فيه للدول الشمالية، والتنمية الشمالية قائمة على استخراج المواد الأولية من الدول الجنوبية. لا يمكننا أن نتوقف عن رؤية تغير المناخ من هذا المنظور. هذا المنظور الدين البيئي القديم الذي يتم تجديده باستمرار، ومفهوم العدالة المناخية. تعرفون أن الولايات المتحدة هي تمثل فقط 4% من سكان العالم، ولكنها تصدر 80 أو 90% من الغازات الدفيئة. هناك عدد صغير من الشركات التي تؤدي إلى هذه التغيرات العالمية، وهذا أمر رئيسي بالنسبة للتحالف الدولي للمؤل. أيضا إن لدينا مسؤولية اجتماعية، وهو الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية. يجب أن نأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية مع بعضهم البعض. لا يمكننا أن نتجاهل من هم المسؤولون الرئيسيون، لأنه في الأساس يقولون أن تغير المناخ هو الملوم، ولكن لا، إنه ليس تغير المناخ الذي أدى إلى هذا الفيضان. حتى خطب الحكومات تقول نحن كلنا مسؤولون عن تغير المناخ، ولكننا لدينا مجموعة من الأشخاص المسؤولون الذين يجب أن يدفعوا ثمن هذا، ليس فقط في البنية الأساسية والسكن، ولكن أيضا ما هو الدين البيئي وكيف يتم دفعه. أعرف أن هذا ليس لهذه الفعالية، ولكننا نعمل بطريقة محددة، الانهيار الذي يحدث فوق رؤوسنا كما يحدث في الأرجنتين. لدينا هذا الدين المالي، وهذا يمكن أن يتم ترجمته إلى مسؤولية للعدالة المالية. لدينا التجارة التي تغطي كل شيء، كل شيء يتم خصخصته، وكل شيء يباع ويشترى، الخشب، النظم البيئية، الماء، ونحن نعتمد عليها في حياتنا. في إطار مقال نشر، يجب أن نتبع المجتمع في البيئة. نحن نشطاء ونحن ننتبه، وخاصة لكل هؤلاء الذين يحاولون أن يخلقوا هذه البيئة الاجتماعية ويجمعوا
أنه موضوع هام لفيلم. كثير من الأشياء تحدث تخطط أو تغلبت على أو تخطط أي ما يمكن أن يتخيله الخيال العلمي. يمكن أن أقول أن الموسم الأخير من المرآة السوداء بلاك ميرور، لا أعرف إذا كنتم تشاهدون هذه السلسلة، ستعرفون ما أتحدث عنه. نحن نتحدث عن، ليست هناك مفاجآت الآن، الواقع تغلب على الخيال العلمي. السلسلة أو المسلسل الذي نعيشه مشابه لما نراه في المسلسل، ويقولون أن تغير المناخ لا يحدث، ولكن تطبيع مع أحداث المناخية. هناك مدينة عاشت لمدة 4 شهور في ظل الحرائق والدخان بسبب الأعمال، والناس يعتبرون هذا أنه طبيعي، يطبعون مع هذا الدخان فوق المدينة. على الأقل في الأرجنتين درجة الحرارة، ثم يتحدثون عن المناخ، ثم بالإضافة إلى كونه مشمس أو بريح يقولون أن هناك دخان. أننا نجعل هذا يبدو أمرا طبيعيا، وليس هذا فقط، نرى الحكومة التي تجعل هذا يبدو أمرا طبيعيا. أننا يجب أن نعيش في منطقتنا، نحن هذه الأزمة المناخية على مستوى العالمي والمستوى الكوكب، يجب ربطها إجباريا بالأماكن التي تتبنى قواعد محددة، مثل التجارة الزراعية، تربية المواشي بصورة مفرطة، بناء السدود الضخمة، المصانع، المنتجات الحيوانية الكبيرة، وحتى ما يسمى التحول إلى أو الانتقال إلى الطاقة الخضراء أصبح الطريقة الجديدة للتضحية بسكان الجنوب. لماذا لا يجب علينا أن نضحي بجزء الشمالي من الأرجنتين إذن؟ لأن هذا سيتم مشاركته مع بوليفيا وتشيلي. نقول أن 60% من المعدن معين يستخدم في البطاريات موجود في هذه المنطقة به طاقة، وهو هام للغاية أن يكون هناك عملية الكهرباء. عندما نود أن نتخلص، هذا قوي للغاية. المخاطرة التي يواجهها السكان الأصليون. أيضا لدينا هذه الأماكن حيث يجدون ويخلقون هذه الأنشطة التي تبقى لمدة 25 عاماً، وستؤدي إلى تدمير هذه الأماكن، وستؤثر على هؤلاء الناس الذين يعيشون في مناطقهم الطبيعية، وستجبرهم على أن يعيشوا بصورة سيئة، لأنهم سيصبحون أحياء للطوارئ أو مدن عشوائية. يقولون أن المياه غالية للغاية. نعم، إنها لا تكلف الكثير ولكن قيمتها كبيرة، ولكن هذا أصبح
الخيول الصغيرة والشركات الكبيرة للتعدين واستخراج المعادن التي أخذت أكبر المناطق. بصراحة فإن الحرب في أوكرانيا صارعت كل الظروف الاجتماعية الجيوغرافية والسياسية. إنهم يرسلون إلي رسالة، أنني يجب أن أختم. لا يمكننا، أنا تحدثت عن الجانب السلبي وأود أن أترككم بشيء إيجابي. نحن جزء من حركات، جماعة من الحركات الاجتماعية اسمه العهد الاجتماعي والثقافي للجنوب العالمي. سأضع الرابط في الشات وستجدون، يمكنكم أن توفروا مخرجا لهذا التوجه الاستخراجي من الجنوب لتغذية الشمال. نحن نود أن يكون لدينا مرجعية ليس فقط لأمريكا اللاتينية، ولكن أيضا من أفريقيا ومن مناطق أخرى. هذا العهد البيئي الاجتماعي للجنوب يريد أن يجعلنا نؤمن أننا يمكن أن يكون لدينا مقاومة وقدرة على الصمود، وعهد جديد واتفاقية جديدة مع الحياة، ميثاق مع الحياة، وننتقل من اقتصاد الديون إلى اقتصاد الحياة، واقتصاد الموت إلى اقتصاد الحياة. العدالة الاجتماعية والعدالة البيئية والمؤل. يمكنني أن أقول الكثير من الأشياء الأخرى، ولكنني أختم هنا لكي أحترم الوقت. Thank you so much, Enrico. شكرا جزيلا يا إنريكي على هذه الجلسة الممتازة. أعطي الكلمة الآن إلى همفري الذي سيقودنا في جلسة الأسئلة والإجابات، ثم ننتقل إلى المتحدثة. شكرا جزيلا، أنا هذه المداخلة كانت رائعة والتي قدمها لنا أنريكي. لقد تحدث عن الكثير مما يحدث، وفي الحقيقة أنا يجب أن نتحدث عن بعض ما جاء في مداخلته. كيف يمكن أن نترك من يعيشون في المدن يعانون في نيروبي 3% فقط يعيشون على 2% من الأرض؟ في الحقيقة أرحب بكم في هذه الفقرة، فقرة الأسئلة والإجابات. هذه فقرة تفاعلية، لا أعرف من الذي يود توجيه السؤال إلى أنريكي. نود أن نستمع إلى وجهات نظركم. هل ترون شيئاً تريدون استعراضه معنا؟ من الذي يريد أن يبدأ؟ دعوني أرى بعض الأيادي ترتفع. من الذي يريد أن يبدأ؟ لا أرى أي أياد مرفوعة، ولكن كما سمعت من أنريكي هناك عدد من الموضوعات الخاصة بما نفقده وأيضا الضرر الذي يلحق. أرى الآن أنا باستور تريد أن تتحدث إلينا. أهلا بك يا أنا. أهلا بك همفري. أود أن أقول بداية أن كل شيء قدمه أنريكي مهم وقيم. بداية المشكلة أننا نجهل الموضوعات المتعلقة بالعدالة المناخية، وأود منه أن يستعرض معنا الجزء الإيجابي.
فقد ذكر أن الوقت قد داهمه، ولكن حيث أنه قدم المشكلة أود أن يتحدث إلينا عن ما يأمله من أجل المستقبل. شكرا أنا، هذا سؤال مباشر لأنريكي. أنريكي، هل تود أن تجيب؟ سأخذ 3 أسئلة قبل أن أسمح لأنريكي بالإجابة. هل هناك أي مداخلات أخرى؟ تفضلي يولاند. شكرا، شكرا جزيلا على هذا العرض أنريكي، فقد استعرض معنا محفزات المختلفة للبيئة والأمور المختلفة سياسيا واقتصاديا أيضا، وأتساءل هل يمكنك أن تقول لنا باختصار شيئا عن اتفاق باريس وأي شيء عن السوابق الأخرى، المعاهدات الأخرى مثلا التي تعالج مسائل التغير المناخي؟ السؤال الثالث يقول هامفري، هل هناك سؤال ثالث قبل أن أعطي الميكروفون لأنري؟ لدينا فرص أخرى لطرح الأسئلة، ضعوا أسئلتكم وسوف نقدمها لأنريكي. أنت افتتحت هذا الحوار، ما هي الحلول أو ما بعض الحلول؟ لقد استعرضت الجزء السلبي، إذن ما هو الجزء الإيجابي؟ ثانيا، ما بعض الاتفاقات الدولية بشأن حالات النجاح وقصص النجاح؟ أمريكي تفضل. شكرا جزيلا على الأسئلة ولأنكم استمعتم لي. دعوني أرجع مرة أخرى، هناك الأب فرانسيس الذي حذر من هذا الأمر. لا أقول هذا لأنني رجل متدين، ولكن لأنه في الحقيقة وضع وثيقة مهمة، وأرجو منكم أن تستعرضوها لأنها مهمة للغاية. تحدث ونقد بشدة ما كان يحدث، ومن الممكن أن تجدوا هذه الوثيقة بلغات مختلفة، في الحقيقة هي وثيقة رائعة. هذه من أهم الوثائق في القرن 21 التي تتعلق بالبيئة، وسوف تجدون أنه يتحدث لكي يعطيكم فكرة. كان هناك بعض أمراتي لم يفكر فيها أحد، ونحن هنا نتحدث عن أمور مثل اتفاق باريس، لأن هذا النقد كان قبل مؤتمر قمة المناخ في 2015. هذا الحدث كان نقطة تحول، وكان يحاول الإجابة على هذا السؤال، وكان لهذا أثره الكبير، لأنه عندها اتفاق باريس وقعته العديد من الدول، وبشكل واضح اتفقوا على أن ظاهرة الانبعاثات كان ليست أمراً يستهان به، وهذا يعني أن هذا أمر نتحدث عنه. نحن نتحدث عن 1.5%، فنحن يجب أن نسمح بعدم وجود أي زيادات في حرارة الأرض. هذه الانبعاثات من الممكن أن نوقفها عند هذا الحد. كان هذا في 2015 عندما وصلنا إلى اتفاق باريس،
ولكن عندما يتعلق الأمر بدرجة حرارة مختلفة فنحن هنا نتحدث عن ما هي المشكلة التي سوف يحدثها نصف درجة زيادة، فكل نصف درجة تزيد سيكون هناك زيادة وتغير ضخم جدا في البيئة، والأحداث المناخية الكبرى لا يمكن أن نوقفها، صعب أن نوقفها في هذا الوقت عندما نتحدث عن التكيف للتغيرات المناخية، فنحن نتحدث أيضا عن المسؤولية والمساءلة. والقوى الكبرى في الشمال وافقت على أن تضخ بلايين الدولارات، ولكن لم نرى هذه الأموال، لم نرها أبداً، رغم أننا تحدثنا عن اتفاق كبير، الالتزامات لم يلتزموا بها، وقيل إن دولنا هي التي تستجيب للسلطات وتلاحظ المسؤوليات على كل الدول وكيف تحترمها وكيف تعنى بها. هذه الالتزامات لم يوفوا بها، وفي أوكرانيا هناك مشكلة طبعاً تعلمون، وإذا ما عدنا إلى اتفاق باريس، إذا أردتم مني أن أقول شيئاً مختصراً فسوف يكون هناك مؤتمر معني بالمناخ في الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. نحن لدينا آمال عريضة بشأن هذه القمة. أعتقد جاليانو، لا أتذكر من الذي ذكر هو مؤتمر القمة 28. هذا يوضح لكم تفاقم المشكلة، حجم تفاقم المشكلة. نحن في القمة 28 ولا زلنا نتحدث عن هذه الأمور. هناك آخر قال إن الأمور تبدأ أو بدأت منذ القمة الأولى، والآن لدينا القمة 28 وهي شاهدة على أن المشكلة تتفاقم. يصعب أن نلخص المشكلة. قد أعطيكم هذا الموقع الإلكتروني لكي تروا بعض هذه الأمور، ومن الممكن أن ألا نرجع إلى الماضي، ولكن مثلاً أفريقيا تحاول أن تخرج من الفاقة والعوز والفقر. في الأرجنتين نحن نعاني أيضاً من تغيرات كبيرة جداً. هناك الكثير من العمل الذي يتم في الأرجنتين. لدينا واحد من أكبر الأماكن في على مستوى العالم من حيث الهيدروكربون، وعملنا على هذا الأمر لمدة 10 سنوات حتى الآن. الفقر موجود، ونود أن نوسع نطاق العمليات التجارية القائمة على الزراعة. عفواً، أعتقد أننا أحطنا علماً بما يود أنريكو أن يقوله. شكراً لك. نريد أن نكون جميعنا على نفس الصفحة معاً ونتابعك جيداً. No entendí okay. que si tengo que seguir o no. No entendí eso. Perdón. لا أفهم. هل علي أن أستكمل أم ماذا؟ أم أتوقف عند هذا الحد؟ أعتقد أن إجابتك جيدة، وقد أحطنا علما بما أردت أن توضحه لنا. وهنا أود أن أدعو
متحدثة أخرى هي أد ريانا وهي رئيسة هيك، وأود أن تحدثنا أد ريانا فهي رئيسة هيك وأستاذ التخطيط التنموي والاستدامة الحضرية في وحدة بارتلت للتنمية والتخطيط في جامعة كوليدج بلندن، وهي أيضا نائبة العميد الدولي لجامعة بارتلت وتشارك منذ سنوات في مبادرات مختلفة وتقوم بتقديم العديد من الخدمات، وذهبت إلى الكثير من الدول، أكثر من 25 دولة قدمت فيها الاستشارات والتدريب. سوف تحدثنا عن العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية وعلاقة هذا بهابيتات. لديك 10 دقائق الآن، تبدأ 10 دقائق، ويسعدنا أن نسمع عليك. شكرا لك على هذه التقدمة، وشكرا أيضا على ما ذكر، وسأحاول أن ألتزم بالوقت. وأود أن أقول أنني أريد من شخص ما أن ينبهني قبل انتهاء الموعد ب5 دقائق. وأود أن أعرفكم أننا يجب أن نعرف ما هي العدالة الاجتماعية. Is our best chance and opportunity. إنها أفضل فرصة لدينا لنتصدى حقا لما وصفه إنريكي بصورة جيدة فيما يتعلق بالأزمة التي نواجهها الآن. رأس المال الهولوسين ليست فقط عمل البشر، ولكن رأس المال تحول وتسبب في تحويل الظروف الفعلية للحياة البشرية. أعتذر، سأعود إلى الشريحة السابقة. في كثير من الحالات أردت أن أقول بعض الأشياء، وسندخل إلى العدالة المناخية. الصور التي ترونها في الناحية اليسار كانت من الفلبين في 2016، وهي أيقونية، صورة أيقونية، لأننا إذا فكرنا في بداية ما نعتقد أنه تاريخ حركة العدالة المناخية، إنه أمر معترف به على الأقل الآن، ويمكن أن نجادل أنه معترف به من أطول من ذلك. وكانت هذه الحركة لفترة طويلة مرتبطة بالحركات البيئية في الشمال العالمي، كانت مسألة منعزلة وبعيدة للغاية عن حياة المواطنين العاديين الرجال والنساء في بالذات في الجنوب العالمي. هذه الصورة تظهر لنا أن هذا يغير، وأن حركة العدالة المناخية تبني القوى الاجتماعية، والآن نرى حركة تشمل ليس فقط الحركات البيئية ولكن حركات العمال وحركات السكان الأصليين، والقائمة تستمر. فإن هذه أخبار جيدة للغاية. أين يجب أن نبحث عن حلفاء في هذه المعركة غير المتكافئة؟ دعوني أنتقل بكم إلى مبادئ التي وضعتها حركة العدالة المناخية. هناك 3 مبادئ أساسية فيما يتعلق بما نحتاج إلى أن نقوم به، وكيف يجب علينا أن نستجيب لأزمة تغير المناخ. ما نوع العمل الذي نحتاجه؟ والآن يمكننا أن ننتقل إلى الدعوة الأولى. من الواضح أنها لإعادة التوزيع العادلة، وهذا شرحه إنريكي بصورة جيدة للغاية. فأنا أعرض عليكم بعض الخرائط التي تعرض أنه هناك عدم تكافؤ كبير بين مسؤولية الانبعاثات التي وصلت بنا إلى هذه الأزمة والآثار وآثار تغير المناخ. فما ترونه على الخريطة في الجزء الأعلى أنها للدول التي
تبعث الغازات غازات الدفيئة للدول باللون الأحمر، تظهر الدول التي تتخطى ما يجب أن يعد أنها حصتها العادلة لاستخدام قدرات الأرض للاستيعاب. إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة بالطبع ستجدون أنه في عالم في عام 2015 كانت تخطط حصتها العادلة بعشر مرات. إنريكي وفر بعض، فمن المهم على سبيل المثال أن نفكر أن هذه ليست مسألة أزمة تتسبب في المشاكل بين الشمال العالمي والجنوب العالمي، ويمكن أن أعطيكم بعض الأرقام أيضا فيما يتعلق عفوا بتوزيع هذه المسؤولية. بين عام 90 و2015 10% أغنى من سكان العالم مسؤولين عن أكثر من نصف انبعاثات غازات الدفيئة، و1% أصدروا ضعف هذه الكمية، ويمكن أن نحصل على الكثير من الأرقام الأخرى. الخريطة في الأسفل تعرض العكس بالضبط، كيف أن هذه الدول المختلفة تتضرر، فإنها تتحمل عبء تغير المناخ. ومرة أخرى ليس هناك ما يدهش هنا، ولكن من المهم أن نرى أن هذه الخريطة مجموعة عبارة عن مجموعة من مواطن الضعف، الخدمات المستمرة المؤل أو البيئة المبنية والبنية التحتية وغيرها. هذه المواطن الضعف هذه تظهرون مستويات مختلفة من الهشاشة. السؤال الثاني أو المسألة الثانية التي تلقى عليها حركة العدالة المناخية هي أننا لا نتحدث فقط عن الاعتراض وتعبير عن اعتراضنا بهذه بعدم تكافؤ هذا، ولكن أنا أيضا أعترض على هذا بالنظر والبحث عن التغيير. هناك الكثير من الأرقام التي يمكننا النظر إليها ومشاركتها، ولكن ما أحاول أن أشاركه معكم الآن يدرس أو يبحث ما حدث بين 2012 و2020 فيما يتعلق بتدفق تمويل المناخ الذي تم تفعيله من خلال المؤتمرات الأطراف المختلفة. في 2012 كان هناك تحيز كبير تجاه الأفعال والإجراءات نحو التكيف، وهذا أمر يبدو أننا يجب أن نصل إليه ونتعامل معه، فإن الأماكن حيث يوجد العبء ويشعر الناس بالعبء لا تصل إليها أي تعويضات. إذا أحد المسائل تتعلق بالتوزيع العادل، فالسؤال الثاني أو المسألة الثانية التي تلقى عليها حركة العدالة المناخية هو ذو صلة بالاعتراف. فمن ناحية ما عرضته يقول أن هناك تفاوتات في تغير المناخ وهناك تفاوتات جديدة، ومن المهم أن نعترف أيضا أن عدم المساواة يجعل العمل لتصدي لتغير المناخ أيضا ظالما. كما قالت نانسي فريزر، أنتم لن تكونوا في نهاية أي جهود لإعادة التوزيع إذا كنتم غير مرئيين. هذا موجه إلى النساء والشعوب الأصلية، ويوجه الكلام لكثير من المجموعات الذين نسميهم بصورة خاطئة أنهم أقليات. هنا الأمر الهام للغاية هو أن نفكر في مسألة الاعتراف
بطريقة تقاطعية، أي أن نفكر في من هم الأكثر تضرراً ومن لديهم الصوت ومن يحتاج إلى أن يقودوا العمل ويكون لديهم قدرة على الحصول بصورة واضحة وفعالة للتمويل عبر النوع الاجتماعي والعرق وما إلى ذلك. المسألة بالطبع إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية تتفاقم، ومن الواضح أن هذا يظهر في حالة مستوى التشرد والنزوح الذي ينتجه تغير المناخ. فلننظر إلى بعض هذه الأرقام. في 2008 كان هناك متوسط من 26.4 مليون شخص نزحوا بسبب الكوارث ذات الصلة بالمناخ، فهذا لا يأخذ في الاعتبار أي شيء غير الأحداث الكبرى. وفي 2009 كان هناك الشخص كل ثانية يتعرض للنزوح. هذه الأرقام، هؤلاء ليسوا فقط نساء بل هم نساء ومهاجرين. هناك صلة قوية بمن هم يتعرضون للتضرر. فالسؤال الفرعي الذي يتطرحه حركة العدالة المناخية هو أن محاولة السعي لتحقيق التكافؤ في المشاركة، فإن الحكومات الوطنية في السنوات الثلاثين الماضية من المفاوضات بشأن تغير المناخ، أعتقد أنني تخطيت الوقت سأتوقف قريبا، هناك دول وطنية لديها مسؤولية كبيرة من دول يحكمها أفراد من أجل أفراد، ومن الواضح أنهم يحمون مصالح الشركات التي تقود هذه الأزمة. هذا شيء لا يمكن إنكاره. عندما نتحدث عن التكافؤ في المشاركة السياسية، نحن لا نتحدث عن مجرد المزيد من المشاركة، ولكننا نتحدث عن فتح نوع مختلف تماما من المشاركة، ليس منفتحاً أو قابلاً للتلاعب أو مقصور على الديمقراطية التمثيلية فقط. سأنهي لأنني أعرف أنكم تريدونني أن أختم، فتفضلي يا ديانا، يمكنك الاستمرار يا أدريانا لأنك أعطيت المزيد من الدقائق. أنا سعيدة للغاية بالتوسع عندما يكون هناك دردشة بعد عرض بريسيلا. فأنا فقط أردت أن أختم بنقطة واحدة، لأنه مرة أخرى بالطبع نحن بحاجة أن ننظر إلى هذا فيما يتعلق بحقوق المؤل، ما معناها وما هي الثلاث أمور الرئيسية التي تحدثت عنها، ما هو معناها؟ سؤال مهم سترونه أنه ذكر مرة أخرى، فهو مسألة توطين العمل من أجل المناخ، وأيضا فكرة لا تتعلق فقط بالتوطين ولكن إرساء ديمقراطية أيضا معها. ولكنني أضعه ما أضعه هنا يمكن أن يساعدنا على أن نعود إليه، حيث يمكننا أن ننظر. هناك ثمانية مبادئ جمعت من قبل معهد الموارد العالمية ومعهد البيئة والتنمية، وأنا أدعوكم للتفكير أن هذه المبادئ الرئيسية هي أيضا هامة للغاية، ليس فقط للتكيف ولتخفيف، وأيضا من أجل مسألة الخسارة والضرر التي بدأ أنريكي يتحدث عنها والدين المناخي الذي نحن بحاجة إلى أن نستمر في النضال من أجله بصورة واضحة وبقوة. يمكنكم أن ترونها هنا، وليست هناك أولوية في الترتيب نقل صنع قرار إلى أقل مستوى مناسب، توفير التمويل القابل للتنبؤ، أن بعض المجموعات الاجتماعية تتضرر من هذه الآثار، تحتاج توفير التمويل القابل للتنبؤ والقابل للوصول إليه. تحدثت عن
تدفق التمويل يمكن أن يكون ناميا ولكنه ليس كافيا ولا يصل إلى المستوى المحلي. ناهيكم عن التعويضات من أجل الضرر والخسارة، وأيضا بناء فهم قوي التصدي لكافة أوجه عدم المساواة الهيكلية، أن نبني القدرات ونعترف بالقدرات الموجودة بالفعل، وبناء فهم قوي لمخاطر المناخ والشك. يجب أن نستخدم علم الشك أو عدم اليقين، بناء المرونة في تصميم البرامج وإمكانيات التعلم العملي، لأنه في نحن لا يمكننا أن نقوم أي شيء بدون أن نتعلم عمليا، وأخيرا وليس أخيرا أن نضمن الشفافية والمساءلة والعمل الجماعي والاستثمار. سأتوقف هنا، أعتذر إذا كنت أنا إذا كنت أخذت وقتا أطول. شكرا. في الحقيقة هذه أهم النقاط المتعلقة بالديمقراطة، وهذه نقاط مهمة جدا لمعظمنا، وأيضا ربما نحتاج إلى أن ندخل بعمق أكثر في هذا الموضوع. من الممكن أن يؤدي بنا هنا إلى الفهم المتعمق أكثر. الآن أدعو دكتورة بريسيلا أتشاكيا، وهي رئيسة أو القائدة العالمية لبرنامج البيئة النسائي، وهي منظمة إقليمية مقرها في أبوجا بنيجيريا، وهي خبيرة في مجال النوع الاجتماعي لأكثر من 25 عاماً، ولها ممارسات في مجال التنمية، شغلت العديد من المناصب على المستويين الوطني والدولي، وعملت مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في مجال التنمية والحكومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشبكات النسوية في مجال النوع الاجتماعي والبيئة وتغير المناخ، وسوف تحدثنا عن الجزء الخاص بانعدام العدالة المناخية وكيف أن هذا يؤثر على الفئات الأكثر ضعفا، المرأة والطفل والمسنين والشعوب الأصيلة. دكتور بريسيلا، الميكروفون معك، وسوف نعطيك 10 دقائق أو نحو ذلك اعتمادا على العرض الذي ستقدمينه. مساء الخير من أبوجا، ومساء الخير، صباح الخير ومساء الخير حيثما تكونون. أنا لم أستطع أن أكون معكم بالكاميرا من قبل نتيجة الضعف في شبكة الإنترنت. أشكركم شكرا جزيلا، لن تروا وجهي الآن حتى أستطيع أن أقدم لكم عرضي. في الحقيقة أننا عندما تحدثنا في البداية عن مسألة هذه العدالة المناخية، أنا أنتمي إلى عدة شبكات منها برنامج البيئة النسائية، ونحن نبحث في موضوعات تتعلق بالعدالة المناخية. ودعوني أقول لكم، في يونيو 2022 كنا نتحدث عن العلاقة بين المناخ وكيف أنه ممكن يؤثر على العدالة،
60% من انبعاثات الاحتباس الحراري تأتي من برامج في الدول الغنية، فالدول الغنية 10% فقط هم الذين يعطوننا 52% من تلك الانبعاثات، ونجد أن الفقراء فقط يمثلون 7%، ولكن الدول والسكان تعاني، وحيث توجد الانبعاثات لو أول من يتأثر هم الفقراء الذين ليس لديهم هذه المشروعات، ولكن هذا يدعو إلى أن نتخذ إجراءات. يجب أن نفعل هذا من خلال إطار العدالة المناخية. دعوني أقول لكم، الشهر الماضي كان لدينا القمة الأفريقية للمناخ وكانت في نيروبي، ربما هامفري سمع عن هذا الأمر لأنه من كينيا. الأمر كان مذهلاً، الحصول على أجندة الشعوب الأصيلة ووضعت في البداية. كان علينا أن نحارب حتى نضمن أن أصوات الفقراء سوف تسمع. حتى الآن سنجد أنني في النهاية أعطيت الفرصة للتحدث. يجب علينا أن نتحدث لأنه علينا أن نحارب حتى نصل إلى صانع السياسات. في هذه الحالة نستطيع أن نؤثر، ونستطيع أن نؤثر إيجاباً على أكثر المتأثرين بالتغير المناخي. عندما تحدثت كنت أتحدث عن المرأة الأفريقية، ومما قلته أن المرأة الأفريقية والشعوب الأصيلة لا أحد يتحدث عن هؤلاء عند وضع السياسات، ولهذا فإن هذه القمة وبعض التحالفات بدأ حجمها يزيد، وهناك مناطق بعينها سنجد فيها عدم توافق بين ما يحدث من أثر وما يمكن أن نقوم به من عمل. الشعوب الأصلية هي جزء من يتأثرون جدا بالتغير المناخي، النساء، وهذا وفقاً لما ذكر حول الأثر على المرأة في القمة. المرأة وهذه مسألة مهمة جداً، هي من العناصر التي تؤثر على المرأة. سنجد أن مسألة هيمنة الرجل، وأيضاً مسألة الحق في التحكم في جسد النساء حتى، وأيضا مسألة الظلم الذي تتعرض له المرأة. هنا أوجه كثيرة للظلم الذي تتعرض له المرأة، وسنجد أن هناك آخرون أيضا. المرأة تسير لمسافات كبيرة جدا حتى تصل إلى ما تريد الوصول إليه. مسألة حق التملك مهم جدا أن نقيم هذا الأمر، ويتعين أن كيف يمكن للمرأة أن تقوم بشيء كانت سلعة.
إن كانت تورث كيف يمكن أن تصل إلى هذه الموارد مثل مورد الأراضي؟ كيف يمكن للمرأة أن تواجه هذا؟ هذه بعض التحديات التي تواجه المرأة فيما يتعلق بالوظائف. وأيضاً هذه المرأة أو النساء عموماً عندما يتعرضن للكثير من الضغوط، وهناك الكثير مما تواجهه، وأيضاً سنجد أن الموجودون عفواً سأزيد هنا وأضيف أن هناك مسائل تتعلق بالفتيات، هذا أمر يجب أن نعالجه حتى نحقق هذه العدالة التي نصب إليها. عفواً، صوت المتحدثة غير واضح، نحاول قدر إمكاننا أن نترجم ما تقوله. وأيضاً يتعين أن يكون هناك تضمين للمرأة، يجب أن تكون متضمنة في الكثير من الأعمال والأنشطة التي نقوم بها. وفيما يتعلق فإن هؤلاء يعتبرون في الدرجة الثانية. أيضاً هناك فئة المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً يعانون. بعض من يعانون من هذه العوائق لا يستطيعون الحصول على رعاية صحية كافية، وأيضاً عندما يحاولون الحصول على الرعاية الاجتماعية فإن التواصل مع مقدمي الخدمة يكون متعذراً. هناك أيضاً كبار السن، فهم أيضاً يعانون مثلهم في ذلك، مثل من لديهم احتياجات خاصة. الشعوب الأصلية حتى الآن يعانون، لا نعرف الكثير عن أحوالهم، ولكنهم يعانون. يتعين أن تولى العناية ويولى الاهتمام لهؤلاء بقدر أكبر. التغير المناخي يؤدي إلى التنوع، ويتعين أن نستفيد من تنوع عند الشعوب الأصلية، ولكن نتيجة بعض المشاكل تحدث نتيجة فقد بعض الموارد الأساسية. إن العالم يحتاج إلى التعلم، يحتاج إلى التعرف على الكثير من المعلومات حول التغيرات المناخية التي تحدث. وقبل أن نتحدث عن التكيف، هناك العديد من التعقيدات والعلوم يجب أن تغير هذا الوضع. هناك أيضاً فقد للإنتاج، لأن هؤلاء لا يستطيعون الحصول على الخدمات الكافية، ونتيجة فقر التعليم في تلك المناطق فهناك أوجه العديدة من الظلم الذي يتعرض له هؤلاء من الشعوب الأصلية. بغض النظر عن المستوى التعليمي الذي وصل إليه البعض، فبعضهم لا يعرف هذه المعلومات عن الشعوب الأصلية. وأيضا هناك بعض المشكلات التي تحدث وتجعل المناطق الفقيرة
لا تستطيع أن تقوم بمشروعاتها وهناك مثلا تغير درجات الحرارة التي يعاني منها هؤلاء نتيجة بعض الظواهر. أود أن أقول أنني كعضو في هاك في 2001 و2002 و2003 كنا نحارب في نيجيريا أوجه الظلم هذه، وهناك مسألة التحول إلى جعل كل شيء سلعة، نحاول أن نقول إن هناك بعض التغييرات البسيطة، ولكن بالطبع فإن الإدارات السابقة وقعت فيما نطلق عليه مشكلات لم تجعل هؤلاء يوصلون صوتهم. أنا أتحدث نيابة عن هؤلاء لهذا السبب. الإدارة الحالية ومنطقة أبوجا ومدينة أبوجا وكان يتعين أن تكون نقطة تحول. بعض المباني دمرت هناك وأنا أتحدث إليكم الآن، هناك الكثير من المشردين، هؤلاء يحتاجون إلى أن يسمع صوتهم. هؤلاء لهم حق الحصول على كل الخدمات والمرافق الخدمية، ولكن فقدان الأرض من المشكلات التي يواجهونها يتعين أن نتخذ إجراءات كافية لكي نتأكد أننا نصل إلى كل الأماكن. إذن لدينا تحدي كبير، وهذا ليس فقط في نيجيريا حسب ما أعتقد، ولكنه في مناطق عديدة. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، عفواً سيدتي الوقت قد داهمنا، أشكرك. فقط أريد أن أنهي بأن أقول أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي هناك الكثيرون الذين يعيشون في أوضاع تجعلهم عرضة للمخاطر، وهم من الفئات الضعيفة. وهناك مثلاً الهجرة بكثافة، والأمر يعتمد على الاستراتيجيات التي تتخذ وإجراءات التخفيف من هذا الوضع التي تتخذ. المسألة تتعلق إذن بالحصول على الأمان. هناك بعض المبتكرات يتعين أن ننتهز هذه الفرص في آسيا. هناك مثلاً مسألة الحصول على المياه النظيفة، هي مهمة للغاية. إن أننا نتحدث في بعض الأوقات عن تقديم دعم كل عام للدول النامية، ولكن هذا لا يحدث. هذا في الأمر يجعل عمل الحركات الخاصة بالعمل الاجتماعي مهمة. شكرا لك، يقول هامفري. شكرا. فنحن ندعو الحركات التي تعمل والمبادرات تعمل في مجال العدالة الاجتماعية أن تعمل. شكرا لك جدا. ولكن من مما قلته وأثر فيه كثيرا أننا نحتاج إلى زيادة المساحة بالنسبة للحركات التي تعمل في مجال العدالة الاجتماعية. أشكرك، وأعتقد أن هذا الحوار مهم جدا ونحتاجه بشدة، ولكن بسبب الوقت فسوف نقلص الوقت. وقبل أن ننهي سأطلب من زميلتي لورا
أن تقول لنا بعض الأسئلة التي وضعها بعضكم في صندوق الدردشة، وإن كان لديكم أسئلة رجاء ارفعوا أيديكم. أرى ماريا تود طرح سؤال، تفضلي لورا. نعم، لقد تابعت صندوق الدردشة. هناك مسألة القدرة على مشاهدة أو رؤية الفئات الضعيفة. ماريا تفضلي، لديك سؤال أو تعليق؟ أهلا بك، تفضلي. أشكرك شكرا جزيلا، شكرا لأدريانا. وفي المكسيك نتحدث عن كيف أن المجتمعات تواجه التغير المناخي، وعندما تستخدم بعض المصطلحات فإن المجتمعات الدولية تحاول أن ألا تكون مسؤولة. سنتحدث عن هذا عند الحديث عن المجتمعات. أيضا هناك فكرة أنه يعتعين علينا أن نتكيف. هذا سؤال يجب علينا أن نسأل الدول الأخرى في مناطق أخرى عندما يكون هناك حوار، إلى ما تصلون؟ شكرا ماريا. هناك بالفعل حوارات مماثلة لما نقوم به في دول أخرى. إجابة على سؤالك، هل هناك من سؤال آخر؟ هل هناك من تعليق آخر؟ هل عفوا، سمعت أن هناك الترجمة إلى الأسبانية كانت تعمل على قناة الترجمة الإنجليزية، فرجاء نعود إلى قناتكم. والآن بعد هذا التحويل أرى إيزادورا سؤال، هل لديك سؤال أو تعليق؟ تفضلي. لدي سؤال لأدريانا أو أنريكي. أود أن أعرف، كان هناك ضغط كبير قامت به الحكومات بالنسبة للتغير المناخي من خلال الأمم المتحدة، وهذا لتنظيم الأمر والتحكم في إنتاج الصناعات التي ينتج عنها انبعاثات. هل هناك خريطة مثلاً يمكن أن نتابعها، أو القطاعات الأخرى؟ هل هناك من شيء يستطيع أن يحدد لنا هذه الانبعاثات حتى يمكن أن يكون لدينا فكرة من هؤلاء، وخريطة لهذه الصناعات التي ينتج عنها الانبعاثات؟ هل يمكن أن نراها ونبدأ في عمل بهذه الخريطة؟ سنبدأ عملا منه نستطيع أن نحرز تقدما. إذن هذا أمر مثل وضع هؤلاء الذين يتسببون في الانبعاثات على خارطة مثلا أو في قائمة سوداء. هل هناك من أسئلة أخرى أو أي تعقيبات أخرى؟ إذن آيرين تفضلي. آيرين كينوتي، شكرا جزيلا لكافة المتحدثين. سؤالي لأدريانا، هل كانت تحدثنا عن العدالة في التوزيع،
في أي وقت نتحدث عن إجراءات التخفيف. سؤالي، هل هناك من أثر عندما نقوم بعملية التخفيف من الأثر بدلا من التكيف؟ وما الذي نتوقعه من حركات العمل الاجتماعي؟ سؤال رائع. أنا باستور، لديك سؤال أو تعقيب؟ شكرا هامفري. فقط أود أن أقول أنه يبدو لي أن العروض الثلاثة اختيرت بعناية، لأنهم قدموا جميعا وبشكل واسع الأساس وما الذي يحدث، وقد رأينا الوجه القبيح للأمر. وأدريانا بعد ذلك قدمت عن الأسس، ما هي الأسس التي ينبغي علينا أن نعتمد عليها لمواجهة الأمر، وهذه الأنواع المختلفة من الظلم من حيث العدالة المناخية. الخريطتان اللتان عرضتهما أدريانا، من الذي تأثر؟ ونحن نحتاج إلى خريطة أخرى، أو خريطة التي عرضتها والتي عرضت علينا الأقاليم الأساسية الضحية. أعتقد أيضا أن بريسيلا أيضا ذكرت لنا أن بعض الفئات الأكثر تأثرا، ولا سيما الشعوب الأصيلة، عفوا الأصلية، وهؤلاء المتحدثون الثلاثة قدموا لنا الصورة ككل. شكرا شكرا. يقول هامفري، لقد لخصت الأمر، أنت تتابعين عن كثب. الآن أدعو أنريكي لكي يتحدث عن ما يحدث في القرى الأخرى، وبعد ذلك من تحدث عن التمويل. هل يتعين أن نمول التخفيف من الأثر أم التكيف؟ هل البيضة أولاً أم الدجاجة؟ إذن أي منكم يريد أن يبدأ؟ أدريانا، ربما تودين أن تبدأي. سأبدأ، يسعدني هذا، وسأختصر قدر الإمكان. أعلم أن أنريكي سيعطينا إجابة رائعة. هناك سؤالان. شكرا جدا على على الملخص الرائع. بالنسبة لسؤال سيلفيا، عندما نتحدث عن ألا نقع في فخ أنه ليس هناك ما نستطيع أن نقوم به، أعتقد أن الحركات المعنية بالعدالة المناخية تحاول، هناك أعمال على المستوى الدولي، وأيضا نحن نحاول أن نتجنب أن يكون التخفيف بشكل خاطئ. هناك جزء خاص بالتكيف، وأيضا هناك إعداد طويل الأجل للقضاء على هذه الأضرار، أو للتخفيف من هذه الأضرار التي حدثت. أعتقد أن المهم هنا ألا نقف عند رسالة أن ما نتحدث عنه هو ما الذي يمكن أن نقوم به، يجب أن نحل المشكلة بمزيد من الصمود. هناك الكثير مما نقوم به، سأعطيك
أنا سأعطيك مثلا مسألة العدالة والحصول على مسكن، الأمران ملتصقان، ليس هناك من سبيل لأن ننظر في مسألة احتياجات المسكن وكيف يمكن أن نلبي هذه الاحتياجات بدون العدالة. الأمر ليس فقط بناء مزيد من المساكن، ولكن حتى ضعف المنازل الموجودة بالفعل. هناك الكثير من الجوانب، كيف يمكن أن نتحكم في بعض المشكلات التي تحدث، مسألة وجود المساكن لحل مشكلة ما، أو الأمران كما ذكرت يرتبطان ببعضهما البعض. يجب أن ننتبه أننا لا ننظر إلى النزوح الذي يحدث نتيجة المناخ، ولكن أن هناك بعض ما يحدث ويبرر بأن هناك تغير مناخي فلا نستطيع أن نقوم بشيء حياله، وهذا أمر يجب أن نكون على دراية به. أنا تحدثت عن الموارد، الأمر ليس فقط الموارد ومسألة أننا نحتاج إلى أن نقوم بتخفيف الأثر، الأمر أكثر يتعلق بالتفكير في حل المشكلة في هذه القطاعات. هناك شيء آخر، يجب أن نفكر كيف يمكن أن تكون النظم مستجيبة للبيئة، ليس فقط من حيث ما يحدث، لكن كيف نقوم بالأمر على الوجه الصحيح. أنريك، هل هناك حوارات مثل هذا الحوار تتم في قارات أخرى؟ هذا هو السؤال الموجه لك. رجاء كرر سؤالك لأنه كانت لدي مشكلة فنية. يقول أنريكي، يسعدني ذلك، هل هناك حوارات أخرى في قارات أخرى متعلقة بهذا الأمر، أي حوارات تدار؟ أدريانا تحاول أن تساعد أنريكي لفهم السؤال لأن لديه مشكلة فنية. نريد أن نحدد المسؤولين عن هذه الأمور التي ذكرتها إيزادورا. El gran debate, el gran debate es هناك حوارات عظيمة تتم ونقاشات رائعة في جلسات أخرى، هذا هو ما يحدث. نحن هنا أمام مفهوم يتم مناقشته ويثير الجدل. هناك منهج يقوده السوق من الشمال إلى الجنوب، والجنوب هو الذي يجب عليه أن يضحي لأن لديه المواد الخام. نحن نضحي بهؤلاء وبالأراضي. حتى نصنع مثلا السيارات الكهربائية، أو ونحن هنا نحاول أن نتحدث عن التحول من الجنوب للجنوب، وهذا أمر سيخلق العديد من الوظائف. ولكن يجب أن يكون هناك تضامن، والتضامن من أجل أي هدف. هذا موضوع كبير يناقش في المنظمات.
ما عملية الكربنة عندما نقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز الكربون؟ فنحن نحتاج هنا إلى أي مكان الاسم الذي يضعونه على العملية. يقول السيد أمريكا أدريانا أجابت على سؤال آخر بالنسبة للمفاهيم أو النظم التي تحاول أن تدير حوارا. هناك مثلا كولومبيا وهناك في الإكوادور، هناك عمل يتم هنا وهناك، ولكن نحن نعتبر أننا بحاجة إلى أن نحدد حجم الضرر والفقد في مجال المناخ. يجب أن نعرف هذه الأمور وبالتفاصيل، يجب أن تكون لدينا أرقام محددة. عظيم عظيم عظيم. I think أعتقد أنه هنا قبل أن تختم كنت سأدعوك للقيام بهذا في الواقع، أود أن أعطي كل منكم دقيقة لكي تختموا. المتحدث الأخير دائما ما يكون حقه مهضوم. أود أن أقول أنه اليوم مؤتمر رفيع المستوى يحدث وكبديل ثاني، وكثير من المسؤولين عن التلوث موجودون في هذا المؤتمر، ولا يتم ترجمة هذا في قيمة نقدية. أنهم يتحدثون عن الاعتراف وكثير من الأشياء، وبالطبع المسؤولين عن التلوث في كل مكان. ما هو الانتقال الطاقي في العالم النامي؟ نحن بحاجة أن نستطيع أن نستخدم هذه التكنولوجيا من السكان الأصليين. المستوطنات مرة أخرى تعهدت بثلاثة و تعفوا عن 9.3 مليار دولار، ونحن لا نعرف أين سيكون هذا وكيف نقسمه، نحن لا نعرف. فبالنسبة لنا فإن أزمة المناخ ليست أزمة سياسية، بل هي مسألة تتعلق بالحياة أو الموت. إنها اختبار لبشريتنا وإنسانيتنا وقدرتنا على أن نتعاون كمجتمع عالمي. لدينا المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على أن نحدث فقرا. الآن نحن بحاجة إلى أن نعمل. الوقت يمر وليس هناك وقت نضيعه، فبصفتنا منظمة يجب أن نعمل معا بصورة أقوى لكي نتعامل مع هذه المظالم التي ترتكب. أردت أن أختم ببيان بشأن هذا، وأننا أقوياء معا ونكون أكثر قوة بوحدتنا، وسنستطيع أن نحقق التقدم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا دكتور بريسيلا. وأعتبر أنه هنا نود أن نختم. نعتذر على أننا تخطينا الوقت ب3 دقائق. إنها محادثة ممتازة وعظيمة، وبداية سلسلة كثيرة من المحادثات بشأن العدالة المناخية، ونتطلع إلى ترحيب بكم جميعا. فهنا أود أن نعود إلى يولاند لنعطيها الكلمة لتعطينا
الختام وتشكر كل من شاركوا ثم نختمه هنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أعتقد أن ديانا هي التي لديها الفكرة العامة بشأن الخطوات التالية وما سنقوم به في الجلسات التالية، فأعطيك الكلمة يا ديانا. شكرا جزيلا يا همفري. شكرا يولاند، وشكرا يا همفري، لقد أبليت بلاء حسنا في التيسير، وشكرا على المشاركين على كل ما شاركتموه في هذه الجلسة. ساعدنا بوجودكم معنا في هذه الجلسة الأولى من مساحة التعلم المشترك الخاصة بالعدالة المناخية. أود أن أختم بذكر ثلاثة أشياء رئيسية. أولها أننا دائما نرحب بمدخلاتكم وتوصياتكم بشأن كيفية تحسين جلساتنا، ولذا أعددنا استمارة تقييم نطلب منكم أن تتكرموا بملئها لكي نعرف كيف نحسن الجلسة التالية التي ستعقد يوم الخميس القادم ونجعلها أكثر أثراً ونيسر المزيد من التعلم مع بعضنا البعض. زميلتي فليسا ستضع الرابط في الشات وأيضاً سنرسله بالبريد الإلكتروني. الأسبوع القادم سنعقد جلسة شيقة للغاية وسننظر أو سندرس السياسات القانونية والإطار القانوني للعدالة المناخية. لدينا متحدثون شيقون للغاية ومهمون، دكتور نجو نونجا ماري من الكاميرون وديفيد وكلي من المنصة العالمية، وأيضا معنا إريك تشو من جامعة يو سي ديفيس. سنرسل هذه المعلومات بمعلومات المتحدثين وستكون محادثة شيقة للغاية بشأن الأطر القانونية والأطر السياسات وأيضا إطار حقوق الإنسان. وأخيرا تطلعا لهذه المناقشة الأسبوع القادم نود أن نسمع أصواتكم. لقد شاركنا بريد إلكتروني بشأن الصف الدراسي الخاص بجوجل لكي نعزز التبادل بيننا وبين المشاركين في الإيميل التالي. سنذكركم بالاطلاع على هذه المنصة. بليس أرسلت إليكم دعوات للانضمام إلى هذه المنصة. أرجو أن تشاركونا. لدينا أسئلة بشأن عمل المنصر الرئيسي الذي شاركتم فيه بشأن الأطر القانونية بشأن العدالة المناخية. أي أمثلة تودون، هل تودون مشاركتها معنا؟ وسنستطيع التبادل عبر مساحة جوجل، صف جوجل. الأسبوع القادم سنلقي الضوء على التوقعات التي شاركتموها معنا اليوم. أختم. لقد خطينا الوقت ب 12 دقيقة، ولكن المناقشة كانت شيقة للغاية. نقدر وقتكم ومدخلاتكم. ومع الختام، إذا كنتم تستطيعون أن تفتحوا الكاميرا فنلتقط صورة عائلية سريعة احتفالا بجلستنا الأولى. إذا كنتم ما زلتم هناك فلنلتقط صورة عائلية، سألتقطها ونحن نتحدث. سعيدة برؤيتكم وأنا أراكم جميلين كالعادة. شكرا للجميع، شكرا جزيلا. أراكم الخميس القادم في الوقت نفسه وأتطلع إلى إيميلاتنا. أرجو أن تشاركوا في الصف الدراسي الخاص بجوجل. شكرا جزيلا وسعيدة برؤيتكم. شكرا جزيلا الميسرون والميسرات. أرجو أن تبقوا معنا. شكرا جزيلا وعمل جيد جميعا. ¿Seguiremos con los intérpretes o ya no? ¿Al سيستمر معنا المترجمون؟ نعم سيستمرون معنا. سنحتفظ بالترجمة للدقائق 17 القادمة. Thank you so much everyone. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا جميعا، ونراكم الأسبوع القادم.
You want us to stop recording? Yes, I think we stop recording.